هنا اليوم نواجه نزوح كبير جدا جراء الحرب في مجزر. أسر نازحة نزحت إلى هذا المكان خلال 72 الساعة. نحن نقوم الآن بالاستجابة الطارئة لهم وتوزيع بعض الحقائب. الحقائب تحتوي على مواد غذائية، مواد نظافة ومواد وملبوسات. هذه المواد كاستجابة لهم توفر لهم حياة بسيطة، يستطيع أن يأكل أو يتغطى أو يحافظ على صحته. نحن هنا اليوم وزعنا لقرابة 110 أسرة نزحت من هذه الأماكن.